في قلوبهم الراية السوداء نقول لهم ليس لكم مكان في العراق، فالعراق مكان علي بن أبي طالب، العراق مكان أبي الفضل العباس، مكان الحسين، العراق مكان موسى بن جعفر، مكان محمد الجواد، العراق مكان علي الهادي والحسن العسكري والإمام الحجة. العراق بلد الشيخ عبد القادر الجيلاني وبلد الجنيد ومعروف الكرخي وسري السقطي وأبو بكر الشبلي. العراق بلد الإمام الرفاعي في الجنوب. العراق بلد الصحابة الكرام سعيد بن جبير.